طيب هو حضرتك التوصيف اللي قلته والطرق اللي هي ان احنا نحشد بيها دي، ويمكن دكتور عطوان اكد على نقطه التصويت القسري، ودي كانت نقطه غايه في الاهميه، لان احنا شفنا طلبه العربيات بتقف، الميكروباصات بتقف، امناء الشرطه بينزلوهم، انزل يقول له ده مش لجنتي يا باشا، يقول له انزل وخلاص اعمل طابور عادي يعني، اعمل لنا زحمه وناخد اللقطه. طيب القصه دي كلها كده يا دكتور اذا صدرت الى العالم ان المواطن ده اللي هو الراجل ده صدره لنا على انه بيحبه وان انا مسيطر ويفطي وتمام وكله تمام، بينزل عشان ياخد ال 300 جنيه مش عشان هو مؤمن بهذا المرشح. عندما يصدر هذا المشهد للعالم لا يتغير شيء في المشهد؟ عشان كده انا كنت معترض على المقدمه بتاعتكم ليه؟ عشان المشهد مأساوي ومشهد محرج لينا جدا كمصريين. صحيح. يعني هل احنا اللي صنعناه؟ ما انا بقول لك، انا بقولكش انا بقول لك المشهد محرج ليه؟ نحن انا حتى معترض على كلمه لفظ الاستحقاق الانتخابي. احنا يا جماعه بنمر في مرحله حرجه جدا من تاريخ مصر. مصر تمر بمرحله تهدد وجودها. وجودها بمعنى كلمه وجودها. ليه؟ انت النهارده اسرائيل بتضرب في غزه وعايزه ترحل عندك 2.2 مليون، هتعمل تغيير ديموغرافي سيؤثر في جغرافية الدوله، هيؤثر في الديموغرافي بتاعت الدوله، هيؤثر بعد كده في اقتتال داخلي لا قدر الله قد يحدث على مدار سنوات وسنوات. دي حاجه. عندك تهديد وجودي اخر في سد النهضه، وان انت سد النهضه بدا يقفل عليك، لسه في خبر ان بني سويف والفيوم اتمنعوا من زراعه الارز علشان خاطر ما فيش ميه. طبعا. وعندك في بدات تخش في مرحله جفاف. عندك تهديد وجودي اخر عندك في الجنوب. السودان يتفكك. صحيح. وعندك حرب أهلية في الشرق، في الغرب، في ليبيا. نعم. عندك مشكلة كبيرة جدا في الغاز بتاعك، إسرائيل بتستولى عليه في شرق المتوسط. كل دي تهديدات وجودية للدولة. بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، انت عندك 42 مليار دولار مفترض تدفعهم في شهر في سنة 2024. ده كلام رائع جدا يا دكتور. ألا يشعر هذا الرجل طيب بتلك يعني؟ سيبني اكمل بعد اذنك. هو لا يستطيع ان سيبك. لا انا ممكن تترك بس سياده الرئيس على جنب، سيبك منه، مش عايزك تركز معاه. ده احنا في انتخابات رئاسيه. ما هو مفيش انتخابات، بلاش ما توجعش قلبك، مفيش انتخابات. ماشي. انا سيدك وصلت معانا المرحله دي. ماشي. ليه؟ ما انا بسكت. مفيش انتخابات. انا بقول لك ان انا الموضوع جد ليه؟ علشان ما ينفعش في هذه اللحظه ان احنا واحنا بنواجه هذه الخطوره المشهد ينقلب الى ناس بترقص وحضراتكم بتتريقوا. المشهد ما يتطلبش، يتطلب ان احنا نقعد، وحتى يتطلب من المؤسسات السياديه والمؤسسات العسكريه ومن رجال الاعمال ومن النخبه ان احنا نقعد ونشوف المصيبه اللي احنا. بس عايز تحافظ على جمله صغيره يا استاذ احمد، احنا في مصيبه والله، احنا ما بنتريقش. خلاص سامحتوا. وشاشه الشرق والله مش بتتريق. ماشي. شاشه الشرق بتقف على واقع، بنحط ايدينا كده على الحقيقه. الحقيقه اللي رصدناها في الشارع يا دكتور هي الرقص والطبل والمزمار والدعايه الباهظه الثمن اللي كانت موجوده، وعندنا زي ما حضرتك بتقول ازمه اقتصاديه كبيره جدا، وفي الاخر كم واحد لما جينا نرفع الواقع هو اصبح تريح. لما الاقي واحد لابس لبس الاحرام ورايح يصوت يا دكتور، لما الاقي عروسه قايمه الساعه 7 الصبح حاطه ميك اب كامل هي وعريسها وداخله، لما الاقي واحد تاني الاسعاف شايله، واحنا قلنا ده قبلها بيوم تقريبا هم فكروا امنيات في حققوها لنا في ثاني يوم. ما دي مشاهد يا استاذ احمد موجوده من سنه 2000. صحيح. مش سنه 2000، من سنه 1930 والمشاهد دي بتتجاب. يعني نفس السيناريو. احنا نحن في مصيبه حقيقيه وفي مشهد حقيقي يتطلب من ذوي العقول امثال حضراتكم وامثال النخب وامثال الناس اللي في المؤسسات السياديه وامثال الدبلوماسيين وامثال الاكاديميين، يا طلب ان احنا نقعد نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها. طيب. عشان كده احنا في مشهد هيحدد مستقبل مصر، اولادنا كل ممكن هيضيعوا، احفادنا هيضيعوا، مصر في وقت خطير جدا.